بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 25 من الكتاب 55، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية من أحاديث الدجال. بالأمس قرأنا حديث تميم الداري الذي أخبر فيه أنه التقى بالمسيح الدجال في إحدى الجزر، وسأله 3 أسئلة: عن نخل بيسان، وعن بحيرة طبرية، وعن عين زغر. نخل بيسان، كنت قلت لكم أني سمعت أحد حراس الحرم قال إن نخل بيسان ده في الطائف، ولكن يبدو أن هذا الحارس كان جاهلا، لأني بحثت بالأمس عن بيسان وجدتها في الشام، يعني في منطقة برضو قريبة من شمال الأردن، ومنطقة قريبة من بحيرة طبرية أيضا، وليس في الطائف. وأنه يعني نخلها أيضا يعني لا ينبت منذ سنوات طويلة. يبقى بيسان موجودة في الشام حول بحيرة طبرية برضو، وبحيرة طبرية موجودة في شمال الأردن بين الأردن وفلسطين، وهي بحيرة مياه عذبة يصب فيها كثير من الأنهار العذبة، وأنها بتنحسر حتى أنها صارت يعني تحت سطح البحر بمسافات طويلة، يعني يقرب من 400 متر تحت سطح البحر من شدة انحسارها وقلة مائها، وهي بحيرة عذبة. أما البحر الميت فهو موجود بين الأردن وفلسطين جنوب بحيرة طبرية، والبحر الميت اللي هو مكان قرى سيدنا لوط. وعين زغر، يبدو ان عين زغر دي عند منطقة كانت قريبة من سادوم اللي هي قرى لوط، ويبدو ان البحر الميت ده عندما خسف الله بهم الارض فتكون البحر مكانهم وهو ميت لا حياة فيه من شدة ملوحته. وعين زغر التي سأل عنها هي على البحر الميت، عين زغر دي على البحر الميت. وقيل ان زغر هي بنت من بنات لوط اسمها زغر، لتصحيح يعني ما قلناه بالامس فقط، وربنا سبحانه وتعالى ينجينا من كل فتنة. باب في بقية من أحاديث الدجال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 79 بعد 507,000. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان، أصبهان وأصفهان، الباء والميم متعاورات، تقول مكة وبكة، الباء هنا والفاء يعني أصبهان أصفهان وأصبهان وأصفهان، يعني يجوز فيها فتح الهمزة وضمها والباء والفاء، يعني 4 لغات فيه، وهي موجودة الآن في اللي هي الوقت طهران. أصبهان دي اللي هي طهران عاصمة إيران، اللي هي عاصمة إيران. يبقى يتبع الدجال من يهود أصبهان، يبقى من يهود الإيرانيين، 70,000 عليهم الطيالسة، الطيالسة كالشال على الكتف،
شيء يلبس على الكتف كده كشال يسمى الطيلسان. واحنا قلنا انه هيخرج من هذه المنطقه، يعني مبدا ظهوره هيبقى من هذه المناطق. وعن ابي قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اخبرتني ام شريك انها سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت ام شريك يا رسول الله فاين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. طبعا العرب قليل بالنسبه لامه النبي، يعني مجموع العرب كلهم ما يجوش قد مسلمي الهند او قد مسلمي ماليزيا او قد مسلمي باكستان او قد مسلمي الصين. الصين لوحدها فيها 400 مليون مسلم، العرب ما يجوش 400 مليون، الصينيين لوحدهم. طبعا العرب بالنسبه لامه النبي الان قليل، امه النبي لو مليار ونصف مليار الان عدد العرب فيها ما يزيدش عن مثلا 150 مليون، يعني 1 على 10 من امه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده العرب يومئذ قليل. وعن ابي قال وحدثناه محمد بن بشار وعبد بن حميد قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج بهذا الاسناد. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن رهط منهم ابو الدهماء وابو قتاده قالوا كنا نمر على هشام بن عامر ناتي عمران بن حصين فقال ذات يوم انكم لتجاوزوني الى رجال ما كانوا باحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا اعلم بحديثه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما بين خلق ادم الى قيام الساعه خلق اكبر من الدجال. وهي مكان خلق هنا فتنه، يعني يقصد فتنه، يعني لان في روايات وضحت قصده، ويبدو ان الروايه هنا بالمعنى، يعني ما بين خلق ادم الى قيام الساعه فتنه اكبر من الدجال، يبقى مكان خلق بمعنى فتنه يعني. وعن ابي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن حميد بن هلال عن ثلاثه رهط من قومه فيهم ابو قتاده قالوا كنا نمر على هشام بن عامر الى عمران بن حصين بمثل حديث عبد العزيز بن مختار غير انه قال امر اكبر من الدجال، مكان خلق امر اكبر من الدجال، وهي الخلاصه بمعنى فتنه يعني. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا، بادروا بالاعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، يعني انت منتظرين، يعني بادروا بالاعمال قبل ما يحصل سته اشياء، يعني بادروا بالاعمال ستا اي قبل حدوث احدى واحده من سته علامات. فالانسان ما ياجلش لان الفتن قادمه ومسرعه، فربنا ينجينا. بادروا بالاعمال يعني ايه؟ عجلوا بها ولا تسوفوا. ستا يعني اتنتظرون احدى ست علامات؟ طلوع الشمس من مغربها اللي هي علامه انغلاق التوبه، او الدخان، او الدجال، او الدابه، او خاصه احدكم، او امر العامه. يبقى بادروا بالاعمال قبل ما يحصل حاجه. خاصه احدكم يعني شيء يخصك يشغلك، اما مرض او فقر او عجز او موت. مش كل الانسان له امور خاصه كثيره ممكن تشغله، او خاصه احدكم
او امر العام او الانشغال بامور تخص ايه، تشغل العوام كلهم، عوام الناس، تبقى فتنة عامة تشغل جميع الناس. يعني انت منتظر ايه؟ منتظر الشمس تطلع من مغربها، ولا الدخان، ولا الدابة، ولا الدجال، ولا شيء يخصك يشغلك، او شيء يخص الناس جميعا فتنشغل معهم؟ فاسرع ولا ولا تؤجل. وعن ابي قال حدثنا امية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا: الدجال والدخان ودابة الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامة وخويصة احدكم، يعني ما يخص احدكم يعني. وعن ابي قال وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا همام عن قتادة بهذا الاسناد مثله. باب فضل العبادة في الهرج، والهرج اللي هي الايه؟ الفوضى الخلاقة. العبادة في الهرج كهجرة للنبي، خد بالك، المنشغل بالعبادة الان وقايم على امر نفسه ولا يشارك في هذا الفساد العريض كأنه هاجر للنبي، ثواب كبير جدا. فناخد بالنا من الحكاية دي. فضل العبادة في الهرج. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حا وقال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني ثوابها كهجرة إلى النبي ولا ثواب يعني الهجرة للنبي. هجرة النبي تهدم ما كان قبلها من أي معصية من أي كبيرة، حتى الكبائر تغفر بالعبادة في الهرج، لأن هجرة النبي تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله، مش كده برضه؟ والحج يهدم ما كان قبله. عندنا ثلاث حاجات تهدم ما كان قبلها من معاصي يعني وتقصير: الإسلام والهجرة وإيه؟ والحج، الحج المبرور. وعن أبي قال وحدثنيه أبو كامل قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. باب قرب الساعة. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، كما قلنا مش هيبقى في مؤمن، كل كفار، هيجي روح خفيفة تقبض كل مؤمن حتى المؤمنين العصاة، مش هيبقى في مؤمن أصلا. ولا تقوم الساعة إلا على كفار مشركين مجرمين، فهم؟ فالحمد لله الذي عافانا من هذا بحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الإيمان والإسلام والإحسان. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهيل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت والساعة أنا والساعة كهاتين، يعني السبابة والإبهام والوسطى جنب بعضهم كده زي ما بعمل كده، بعثت أنا والساعة كهاتين. هل كهاتين في القرب ولا كهاتين في المسافة بين الأصبعين؟ يعني مرة من الدنيا مدة زمن طويل ولم يبق منها إلا القليل، نصف العقلة، فاهم؟ تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل شدة القرب حيث لا نبي بعده
وتحتمل قصر العمر وقلة المدة، يعني ما مضى من الدنيا أطول كثيرا مما بقي من بعد بعثة النبي. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى، كفضل إحداهما على الأخرى يعني المسافة اللي بينهم، يعني كفضل إحداهما على الأخرى يعني المسافة اللي بينهم اللي هي مسافة نصف عقلة تقريبا نصف عقلة. فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. هل حكاية كفضل إحداهما على الأخرى دي ده كلام من قتادة مدرج ولا قاله أنس عن النبي؟ مش عارفين. فهمت بقى ازاي؟ يعني لان ممكن يبقى مدرج، ممكن يقول كهتين وسكت النبي، وبعدين جالك قتادة قال ايه كفضل احداهما على الاخرى بالتفسير يسموه مدرج. وعشان كده الايه اللي يقول لك لا ده يقصد ايه الالصاق يعني التقارب الزمان ولا يقصد الفرق بينهما، يحتمل المعنى ويحتمل كده لاحتمال الادراج في رواية القتادة. يبقى ايه احتمال الادراج؟ الادراج يعني ايه؟ يعني ياتي احد الرواه يذكر تفسيرا مصاحبا لمتن الحديث دون ان يبين، فيبقى كانه كل المتن. فهمت؟ تبقى كلمه من كلامه في وسطه يسموه ادراج، ادرجه يعني ادخله في وسط الكلام. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة وأبا التياح يحدثان أنهما سمع أنسا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت أنا والساعة هكذا، وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. المسبحة اللي هي السبابة اليمنى تسمى المسبحة، سبابة اليمنى تسمى المسبحة، إنما سبابة اليسرى ما تسماش المسبحة، تسمى بس السبابة. يبقى يقولك المسبحة يبقى سبابة اليد اليمنى بس، لأن هي اللي يشار إليها بعلامة التوحيد بيسموها المسبحة. عشان بعثت أنا والساعة هكذا، وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. يحكيه يعني يقلده، يقلد فعل النبي، يعني يسموه مسلسل بالفعل، مسلسل بالفعل يعني يروي الحديث ويعمل حركة أثناء الرواية، يعني يقلد فيها النبي، يسموه مسلسل بالفعل أو بالإشارة. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حمزة يعني الضبي وأبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وعن أبي قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن معبد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، قال وضم السبابة والوسطى. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني موتكم أجلكم، يعني يبقى إن يعش هذا. أنت بتسأل على القيامة الكبيرة أوي ولا عمرك؟ أنت اهتم بعمرك أنت. فجاب لهم أصغر عيل معاهم قال لهم الولد ده مش هيبلغ الهرم إلا تكون جت ساعتكم أنتوا، يعني متتم، فاهتموا بما أقامكم الله فيه ولا تسألوا عما لا ينفعكم. أدي معنى الكلام. فهمت؟ فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني إيه؟ يعني موتكم أجلكم،
ومعلوم أن الإنسان إذا مات قامت قيامته. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس. واحد بقى يجي يقرأ الحديث يفهمه غلط، يقول لك شوف النبي قال لهم ده مش هيكبر الولد ده إلا وانتوا قامت الساعة، مش يقول ساعتكم، يقول الساعة، والوعد الناس ماتت وما ماتش الساعة ولا حاجة، يبقى كذب اهو. في ناس تقرأ الحديث بالطريقة غريبة لأنه عنده غفلة، فهمت ازاي؟ في ناس كده، فاحذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء. لابد انك انت تقرأ الحديث بدقة وتفهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسارع وتتعجل في التكذيب، إن التبس عليك أمر فاسأل من يفهمه، ولا تتعجل بالتكذيب، فهمت؟ لأن في ناس دلوقتي بتتعجل. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني الساعة الخاصة بك، واضح؟ لأن قال قبل كده ساعتكم، وعشان كده الحديث ده لما قال الساعة مطلقا دون نسبتها لهم جعله الإمام مسلم متأخر في الرواية، جعله شاهد، يعني ليه؟ لأنه موهم، أما قبليه غير موهم، فهمت ازاي؟ وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال قال أنس ذاك الغلام من أترابي يومئذ، حتى تقوم الساعة في جيلكم، في الجيل الذي أمامي، فهمت ازاي؟ يعني تموتوا ويجي قرون آخرين وناس آخرين. هذه المسألة. وعن أبي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، أي الساعة على من يعيش الآن في سن الكهولة والشيخوخة، يعني هيكونوا ماتوا كل دول، على ما الولد ده يكبر ويبقى شيخ كبير هيكون كل الموجود الجيل ده مع السلامة، فهمت ازاي؟ ادي الحكاية. يجوا بقى المفسرين يحتاروا ويقول لك هنعمل ايه في الحديث ده، واضح اذا مات الانسان قامت قيامته، فهم؟ وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه، يعني تقوم فجأة يحلب اللقحة اللي هي الناقة حديثة العهد بالإيه؟ بالولادة اللي فيها لبن، يحلبها ويدوب حيرفع اللبن يشربه بقه تقوم الساعة في لحظة ما يكملش لأنها تقوم في لحظة. والرجل يحلب اللقحة، واللقحة قلنا ايه؟ اللي هي الناقة حديثة العهد بالولادة حيث يدر لبنه، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، يبقوا في السوبر ماركت قاعد بيشتري بكامل متر بتاع ايه، تقوم الساعة الدر، مع السلامة، فاهم؟ يعني هتبقى الحياة ماشية عادية وفجأة تقوم الساعة فجأة بغتة، فربنا ينجينا، بس مش هتقوم علينا احنا، هتقوم على المجرمين الكفار. الحمد لله احنا ربنا هدانا للاسلام، فنسال الله ان يثبته في قلوبنا حتى نلقى. والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم، يلط يعني يصلح الحوض، يعني يليطه، المصريين يقول لك بيليطه، يعني ايه؟ بيصلح الحوض، بيوضب الحيطه بتاعته، بيحط مش عارف بيساوي حاجة، تقوم الساعة على دول، يعني تبقى الحياة ماشية
في صورتها العادية، الناس بتتبايع في الأسواق، واحد بيحلب الناقة بتاعته، واحد بيبني حاجة، وتقوم الساعة فجأة على الناس دي كلها. فهمت ازاي؟ ادي المثال. والرجل يلط يعني يصلح في حوضه فما يصدر حتى تقوم الساعة. باب ما بين النفختين، في نفخة الصعقة ونفخة البعث، في نفختين، نفخة يصعق فيها من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، إلا ما شاء الله، خد بالك، ثم نفخة في أخرى، الأخرى بقى اللي النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. يبقى في نفخة الصعق ونفخة البعث والنشور. طب المسافة اللي بينهم قد إيه؟ فهمت إزاي؟ هي دي بقى اللي عايزين نشوف الحديث هنا هيقولها لنا. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. يعني أبيت أن أسأل النبي أو أحدد. أنا سمعت النبي قال 40 وخلاص، لا سألنا بقى ساعة ولا يوم ولا شهر ولا اسمه، سألناش. فهمت ازاي؟ ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى. وليس من الإنسان شيء يعني من جسمه إلا يبلى. والإنسان هنا الألف واللام هنا إيه؟ ليست للعموم، لأن خارج منها الأنبياء، الأرض لا تأكل أجسادهم، وخارج منها الشهداء، يبقى مش مطلقا. وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، يعني جسمه كله يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. عجب الذنب ده موجود في آخر العمود الفقري في داخل الكوكسكس، آخر ال- 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 الفقرة العجوزية في العمود الفقري يسموه الكوكسكس، وهي مدببه كده، واخد بالك، هي دي بتبوش وتلاقي جواها بذره، بذره صغيره اسمها عجب الذنب، هي البذره دي اللي بينبت منها جسم الانسان. فهمت ازاي؟ الا عظما واحدا هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامه. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا إذا كان نبيا أو وليا أو شهيدا، فالأرض لا تأكل أجساده. إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على كتاب الزهد والرقائق، كتاب الزهد والرقائق يعني ما يرقق القلب، غدا إن شاء الله، وفيه 20 بابا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.